حديقة الوئام ببرج بوحريريج، هذا الفضاء الأخضر أصبح متنفسا للعائلة البريجية. عملية تهيئة أعادت للحديقة بريقها بفضل الجهود التي تبذلها المؤسسة المحلية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات. بدينا بشرنا العملية تاع التنظيف كأول يعني كأول خطوة، أين إن شاء الله في القريب العاجل نقوم بإعادة الاعتبار للعشب الاصطناعي تاعها والعشب الطبيعي اللي وين ثاني كيف نقوم بالإنجاز تاعه وصيانته، وإن شاء الله تكون الحديقة هذه متنفس للعائلات البريجية. احنا نتمنى ونعطي وجه آخر للحدائق والحدائق العمومية تاعنا اللي وين إن شاء الله يكونوا متنفس كبير للعائلات البريجية هنا. إعادة الاعتبار للمساحات الخضراء وتحضيرها لتكون فضاء عائليا بامتياز خلال الصائفة القادمة، ذلك ما دفع السلطات المحلية ببرج بوحريريج للتعاقد مع ذات المؤسسة وتكليفها بهذه المهام، أين تشمل العملية كذلك توفير الإنارة وتنقية البالوعات. هذه المساحات الخضراء رايحين نعطيو لهم صبغة جديدة، نحولهم مؤسسات تسهر على الصيانة تاعهم والحراسة، وبربي إن شاء الله مع دخول فصل الصيف رايح نعطيوها وجه لائق يكون إن شاء الله يمد وجه جديد لمدينة برج بوحريريج. والمجلس البلدي في كل مرة راه يخصص في مبالغ مالية معتبرة للصيانة هذه. بعزيمته المعتادة واليومية على تنقية المحيط، يعمل هذا الشاب رفقة زملائه على رفع النفايات من الحديقة، وكله أمل في المحافظة عليها من قبل الزوار. عندي كل يوم نطوي ولا هنا هكذا كتب لنا نحو الحشيش حوايج الزايدين هكذا اللي خلوهم المواطنين، كل فترة صباحية لهنا نجي واش لقينا كلش نهزوه ونحطوه لنا ويدو العمال تاعنا. الجهود التي يبذلها عمال المؤسسة في تنقية المساحات الخضراء وتهيئتها لقت استحسان ساكني المنطقة. والحمد لله دركا ولينا نجيو نريحوا يريحوا العائلات، ريحهم اولادنا هنا يلعبوا، كاين الالعاب لي جو ونظافه باميه ولات شغل منظر مليح. مع دركا مخدموا لها داروا لها الغازون داروا لها الكراسي، هذا الحمد لله حنا ماذا بينا نزيد تطور اكثر من هكا. جهود كبيره تبذلها المؤسسه المحليه لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات ببرج بوحريريج لاعاده الاعتبار للمساحات الخضراء وتهيئة الفضاءات المخصصة للعائلات، ويبقى على عاتق المواطن المحافظة عليها.